مرحبا يا متابعين شركة الرسل للسياحة في جورجيا، وياكم بأجمل المكانات. طبعا يمكن تتساءلون تقولون شنو هالمكان؟ احنا في داخل مغارة من الثلج. هذه الثلوج وياتها هاي الثلوج، هذه عبارة عن كتلة ثلجية كبيرة جدا. حنصوركم اياها من برا، الشلال نازل من هنا من وراها، تاخذ الثلج والذوبان لينزل. هذه جروباتنا هياتها برا، خلينا نطلع السريع نصعد على الثلج. شوفوها سبحان الله، صواريخ روعه. نطلع الان نصعد من very cold. Very cold, you can't try. Yeah, you said very cold. Yeah, yeah, but very beautiful. مرحبا يا الشباب، هذا المنظر تشوفوه مره بالعمر، دخلوا جوي. هاي الان احنا بنصعد على الكتلة الثلجية. اره حرام حلال. هذه الان كلها تشوفوها، كل هذا الثلوج، هذه الجبل الثلجي بنصعد عليه، والله ييسر لنا وما نوقع ونتكسر. نحاول اول لا لا ما راح تحصل هالهاي. هذا كليته كتله ثلجيه، انا دا امشي هسه فوقها. راح عندكم ثابت كل عندكم ثلجية، وهذا الشلال تشوفه. هذه فعالية شركة الرسل، هذه برامجها، هذه رحلاتنا للحبايب اللي يستاهلون التعب. وصلنا للشلال، حنراويكم المغارة من الناحية الثانية. هاي المغارة من الناحية الثانية، طبعا دافاق تقدم اللي راح يشتغل فوق الجواية. هذا الشلال شوفوا هذا المكان اللي كنت واقف عليه، هاي المغارة من الناحية الثانية. اللهم صل على محمد. هسه نقول لكم شركة الرسل نفتخر بالتميز برحلاتنا في جورجيا. قولوا لي الله يسعدك، وتعبت تستاهلون كل تعب. هذا الشاب مدخل المغارة. باي باي يا متابعين، خل ارتاح، نلتقيكم في فيديو جديد.